البارح كنا نبكي وقا ما كاش اللي مبكات، ما كاش عائله البارح ما بكاتش على اللي ماتوا في الطياره وغاضونا كاع وخاوتنا وماتوا. بصح اليوم نجو نشوفوا جاو باش يقتلوا الانصار تاعنا اليوم، اقسم بالله كاين الناس متسبه في هذا الشيء جاو باش يقتلوا الانصار. احنا ماناش نحضروا قولها شباب قسنطينه، قولها احنا مانا شباب قسنطينه داروهم بيناتهم من نهضر داروهم اي نهضر خلينا نهضر ما تقول اسكت خلينا نهضر. داروا اصلا تاع مولد الجزائر بيناتهم بغاو يقتلوهم باح يبكوا على المجاهدين اللي ماتوا ولا مشيو يقتلوا. حنا ماشي جزائريين، هادو ماشي جزائريين، حنا نلعبوا تزاميط ونشوفوا في الشعب تاعنا يموت. حرام عليكم وكيلكم ربي. هذا شكون اللي يحمي الانصار تاعنا؟ شكون البارح بكينا على الناس المجاهدين تاعنا واللي ماتوا واليوم جاو باش يقتلوا الانصار تاعنا اليوم؟ شكون يتحمل المسؤوليه عبد الرحمن؟ يتحملها الاول واحد يتحملها اللي اختاروا ملعب شباب قسنطينه. هذا هو اللي اختار. ما نقول لكش انا شكون، نقول لك حاجه او كاين عند ربي اقسم بالله. رانا وصلتنا معلومه باللي كاين ناس راهم في الكوما، ان شاء الله الحاجه الاولى اللي نتمنوها ان شاء الله ما تكونش حاله وفاه.